المعماري حسن فتحي، تصحيح المفاهيم. رغم وفاة المعماري حسن فتحي في 30 نوفمبر عام 1989، إلا أن فكره وتجربته تثير جدل وقلق حتى الآن، وهناك خلط لبعض المفاهيم لدى الكثير من المتخصصين وغير المتخصصين. يعتقد البعض أنه معماري الطين، ويدعو العمارة ذات طراز نوبي وضد العلم والتقدم، وتلاميذه مجرد درويش، وهو أمر غير صحيح ونظرة سطحية للغاية يجب تصحيحها. الكفاح الذين يحترمون المعماري حسن فتحي لا يقدسونه وليسوا درويشه، ولكنه يمثل المعماري بدرجة فارس مبدع، فقد كافح طوال حياته لإثبات صحة فكره. حسن فتحي يمثل النموذج المثالي للتطور المعماري، فمن شاهد فيلا عبد الحليم بيك البيلي بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ يجده معماري ذو مستوى متواضع. فالفيلا على النمط الحديث، وتم استخدام الطوب اللبن لبناء الجدران والأسقف من الخشب، لكن نجده معماري ذو تجربة فريدة في قرية القرنة الجديدة، ثم محترف ومبدع فز في قرية باريس وقرية دار السلام. الملائمة حسن فتحي لم يكن معماري الطين، فقد استخدم الحجر والطوب والخشب. وهناك أيضا مشروع مسجد ومركز مؤتمرات في الخرطوم بالسودان، كان من المقرر بناؤه بالخرسانة المسلحة، لكنه لم ينفذ. فكرة حسن فتحي كان استخدام المواد المتوفرة محليا والملائمة من الناحية الإنشائية والاقتصادية والبيئية. الإنسانية حسن فتحي لم يكن معماري الفقراء، ولم يسمي كتابه بعمارة الفقراء، فالاسم الأصلي قصة قريتين، لكن الإعلام أطلق مصطلح عمارة الفقراء على أعماله لأن تكلفتها قليلة، واعتقد أنه تعامل مع الأمر لنشر فكره بشكل أكبر. حسن فتحي كانت عمارته من أجل الناس جميعا، أغنياء وفقراء. المحلية حسن فتحي لم يكن معماري القبة والقبو، رغم براعته الشديدة في استخدامهم، لكن يتضح لنا فكره الحقيقي من مشاريعه منزل ألفا بيانكا، منزل نصيف، وإسكان الدرعية، فقد اعتمد على العمارة المحلية وثقافة المجتمع الذي يبني إليها. فعندما أراد البناء في أسبانيا استمد تصميمه من العمارة المحلية الأندلس والمغرب، وعندما أراد البناء في المملكة العربية السعودية استمد تصميمه من العمارة المحلية لنجد. المهنية حسن فتحي كان معماري ملتزم بأصول المهنة، فاحترم ثقافة المجتمع واستفاد من الخبرات المحلية في البناء. اختار مواد بناء متوفرة محليا وملائمة إنشائيا واقتصاديا وبيئيا. احترم المناخ وخلق فراغات مريحة للإنسان. احترم البيئة فاستخدم طرق وأساليب توفر الطاقة وتحد من التلوث. فهو معماري نموذجي يجب أن نقتدي به فكريا ومهنيا. لذلك للمعماري حسن فتحي مكانة عالمية، وأطلق عليه الغرب راهب العمارة، وفكره يمثل لنا نقطة انطلاق مثالية لإصلاح وتطوير العمارة والعمران بجمهورية مصر.